جامع الشيخ عمر السهروردي هو من مساجد بغداد الأثرية القديمة، يحتوي على حرم واسع ذي جدران سميكة تبلغ مساحته 600 متر مربع، وتتوسطه قبة مستندة على 10 ركائز، وقبة محرابه مغلفة بالمرمر. وفي الجامع مصلى صيفي واسع، ويحيط بالجامع مقبرة قديمة كانت تسمى المقبرة الوردية في بغداد، ثم تغير اسمها إلى مقبرة الشيخ عمر بعد أن دفن فيها الشيخ السهروردي. طبعاً هو عادة لما يكون الموضوع هو في الوقفيات، يعني الجوامع التابعة لديوان الأوقاف أو لوزارات الأوقاف عادة، أما يكون نظامه متولي أو يكون نظامه تابع إلى وزارة الأوقاف. جامع الشيخ عمر كان نظامه متولي. النظام المتولي هو أنه عائلة تقود الترميم وتقود كل ما يخص احتياجات الجامع وحتى تعيين الموظفين في الجامع، هذا النظام المتولي. النظام الحكومي أن يسلم هذا الجامع مثلاً الذي كان متولى من قبل عائلة يسلم وتتولى أموره الحكومة. بالنسبة لجامع الشيخ عمر السهروردي إلى حد قريب سنة 78 هو كان نظامه متولي، وآخر سلالة بيت السهروردي من العلماء، يعني العلماء من بيت السهروردي، هو كان الشيخ كمال الدين السهروردي، وهو الذي سلم جامع الشيخ عمر السهروردي إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.